أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة تابعة لميليشية الحوثي الانقلابية. وأكد التحالف في بيان صادر عنه أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت ودمرت المسيرات الحوثية في الأجواء اليمنية. ونوه التحالف في البيان بالتصعيد العدائي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. شن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الهجوم أسفر عن دحر الميليشيات الحوثية من عدة مواقع كانت تتحصن فيها وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. فيما استعاد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر. بالتزامن دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة لميليشيات الحوثي ومصرع جميع من كانوا فيها من عناصر الميليشية الانقلابية. لقي 4 عناصر من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة بمواجهات مع أبطال الجيش الوطني شمال غرب مدينة تعز. وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طقم للميليشيات الحوثية خلف تبة القرن بجبل هان، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من الميليشيا وإصابة 10 آخرين كانوا متواجدين في المكان. وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الدفاع الجوي وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية. تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي القوات المشتركة إثر إحباط محاولة تسلل الحوثية جنوب الحديدة. وأفاد مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية في جبهة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مسنودة بغطاء ناري كثيف. وأكد المصدر أن القوات المشتركة تصدت لمحاولة تسلل الميليشيات وأجبرت المتسللين على الفرار بعد أن أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية. تعرضت قرية الحجروفة في مديرية التحيطة جنوب الحديدة لعمليات قصف واستهداف من قبل ميليشيات الحوثي أسفرت عن نزوح 10 أسر وتدمير منازل المواطنين وألحقت أضرار مادية متفاوتة بمنازل أخرى. وشهدت القرية موجة نزوح جديدة لعشرات الأسر جراء تواصل قصف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على القرى السكنية ضمن تصعيدها وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. وتواصل ميليشيات الحوثي تصعيدها المستمر بحق المدنيين في محافظة الحديدة في ظل خذلان وتقاعس أممي ودولي حال دون إنقاذ السكان من جرائم وبطش الميليشيات الحوثية. Yeah.